فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حجة على المنبر وتناول قصة من شعر كانت أنه سمع معاوية عام حج نعم على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذه الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم، هذا حديث عظيم، وهو أن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين لما رأى فعل بعض الناس في وقته ووقت خلافته لما قدم المدينة النبوية وخطب الناس على المنبر أنكر هذا المنكر، وهو وجود هذه المشابهة في النساء، أنها تتشبه بنساء الكفار في وصل شعورهن، في وصل شعورهن، والتزين بما ليس من خلقتهن من باب التزوير. النبي صلى الله عليه وسلم روى معاوية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية معاوية أن هذا مما هلكت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، فنحن نحذر من هذا العمل، وهو الوصل، وصل الشعر بشعر من غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله عز وجل. وما أكثر ما ابتليت به النساء المسلمات اليوم من التشبه بالكافرات في شعورهن. نعم. فمنهن من تقصه وتدرجه، ومنهن من تجعله على شكل جمة الرجل تتشبه بالرجال وتحصل على اللعنة، ومنهن من تغير لونه وتصبغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات، فتغير لونه الجميل الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات، وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان. ولهذا معاوية رضي الله عنه أنكر هذا الفعل على المنبر، وجاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الرواية ما يدل على أن وصله حتى بغير الشعر، حتى وصله بالخرق، أنه محرم.